50 سنة من بدايات منظمة التحرير إحنا واقفين مع فلسطين ومع منظمة التحرير إلى التحرير. هذا بهمنا، إحنا معاكم وإنتوا معانا. هاي الصداقة اللي بسموها الصداقة التاريخية والتقليدية وواوا، هذا كله قدومكم اليوم إلى إفطارنا هذا أفضل مثال لصداقتنا لعلاقتنا. وأنا زي ما حكيت أنا لا أريد أن أطول بالحديث، أنا أرحب فيكم جميعا وأهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير، وعاش فلسطين وروسيا، وشكرا جزيلا. وعلى فكرة هاي ميكروفون مفتوح وشغال، أي حد بده يحكي تفضلوا.